قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قامت مؤسسة مسلم شيرتي بتقديم هذه الوجبات إلى أهالي الغوطة الشرقية بتاريخ 24/2/2018. جزاهم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. These cooked meals are supported by the generous donors of Muslim Charity, a UK NGO. May Allah accept your good deeds. Eastern Ghouta, February the 24th, 2018. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.